نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، تتوالى الاشواط شوطا تلو الاخر في صباح هذا اليوم، انطلاقه سليمه للشوط الثالث. عاليه على المقدم سعيد بن مطر الرميثي، ننطلق مع المركز الثاني، ومن الجانب الاخر ميزه لسعيد بن حمد بن خويتم العامري، النقله التاليه مع المركز الثالث والشاهينيه لحمد بن محمد بن القرين العامري، بينما اذا انطلقنا مع المركز الرابع بقرة تسلل لودع احمد بن صقر العامري المركز الخامس. من الجانب الاخر ارى هناك جواهر لاحمد بن عبيد بن راشد بن العرطي الحميري، ومع المركز السادس التسلل لخيال لمحمد بن صالح بن حمد القمره. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات جميله، الانطلاق رائع، ولكن نعود مع الصداره، نتابع ميزه اللي على صدارة هذا الشوط، انطلقت مع التحدي مع الإثارة، وسعيد بن حمد بن خويتم العامري من يتابع انطلاقة ميزة. أما ركز أبو حمد كل التركيز مع الأداء المتميز مع الاندفاع الرائع اللي تقدم ميزة. نتابع المركز الثاني وأرهني عالية لسعيد بن مطر الرميثي. المركز الثالث شعار حمد بن محمد بن القرين العامري على ظهر الشاهينية. ننطلق مع المركز الرابع، ومن الجانب الآخر أرى هناك ودعة لأحمد بن صقر العامري، النقلة التالية مع المركز الخامس، وأرم سكتة لحمد بن راشد بن مفتاح الشامسي. والهجوم مكثف، الهجوم مكثف، ولكن ميزة على الصدارة، ميزة على مقدمة هذا الشوط، وعلى الصدارة تقود المجموعة بكل تحدي بكل إثارة وبدون أي منافس على الإطلاق. يا سلام، ميزة على الصدارة، ميزة على مقدمة هذا الشوط. وسعيد بن حمد بن خويتم العامري يرت الشوط ير بالفعل مع الأداء المتميز مع الأداء الرائع، ولكن أرى الشاهينية مع المركز الثاني لحمد بن محمد بن القرين العامري. يا سلام يا سلام، ميزة على الصدارة قفلت على مجريات هذا الشوط. واسعد الله صباحكم يا هالي العين مع الأداء المتميز اللي تقدم ميزة، وهي تنفرد بناموس هذا الشوط وبدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات قامت راس وانهت الشوط راس. تهانينا من الأعماق لسعيد بن حمد بن خويتم العامري، وسلام يا العين سلام. أسعد الله صباحكم يا هالي هيلي مع الأداء المتميز اللي قدمت ميزة. المركز الثاني لحمد بن محمد بن القرين العامري، المركز الثالث لسالم بن سعيد بن منانة، المركز الرابع لمحمد بن راشد الغيلاني، المركز الخامس لعبيد بن سلطان بن رشيد، والبقية بن حلم لأعضاء خط النهاية. نعود مع التوقيت الزمني 2:57. تهانينا لسعيد بن حمد بن خويتم العامري على فوز ميزة بالمركز الأول.